الاهليه الوطنيه للوقايه من التعذيب، واخبرنا الساده الحاضرين بما ان الاليه الوطنيه للوقايه من التعذيب هي الان عمليه انطلقت في مهامها منذ سبتمبر الماضي، من حيث تحديد مهامها اللي هي محدده بالبروتوكول، تحضير خطه عملها، وكذلك انها بصدد تحضير زيارتها ابتداء من سنه في الايام الاولى لسنه المقبله 2020، ونحن على مشارف هذه السنه. الآلية لها كل الآن أعضائها المنتخبين من طرف الجمعية العمومية، أعضاء الإداري، الطاقم الإداري، كذلك نحن بصدد التوسيع وتقوية قدراتها من حيث ما نسميه بالرصد الطبي أو الرصد